حلقة جديدة من برنامج فضاء حر نناقش فيها أسباب عدم عودة الرئيس هادي إلى عدن بالتزامن مع تصريحات لبحاح تلوح بالانفصال وتتهم الشرعية بالفساد. أهلا بكم. قبل أسابيع كان الرئيس هادي يؤكد في تصريحات صحفية أنه سيعود إلى عدن بعد زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. عاد الرئيس قبل أيام ولكن إلى الرياض، فيما تدور الكثير من التساؤلات في الشارع اليمني حول حقيقة منع الرئيس من العودة إلى العاصمة المؤقتة. بات من الواضح أن الرئيس هادي ممنوع من العودة إلى عدن بأمر من التحالف العربي الذي ويال المفارقة يقول أنه جاء لإعادة الرئيس هادي وتعزيز شرعيته. ومنذ أكثر من عام تعمل القوات الإماراتية التي لا صوت يعلو فوق صوتها في عدن والمحافظات الجنوبية على استحداث وضع جديد يجرد الرئيس هادي من صفته كرئيس شرعي ويضع الشرعية برمتها أمام دورة جديدة من التلاشي والصراع الداخلي داخل أجنحتها أو ما يفترض أنها كذلك. في الوقت ذاته يظهر رجل الظل المرضي عنه إماراتيا رئيس الحكومة السابق خالد بحاح في تصريحات مثيرة عن فساد الشرعية وعن احتمال إنشاء مجلس عسكري في الجنوب، فيما يبدو وكأنه تدشين لمرحلة جديدة كان واضحا أنه يجري الإعداد لها بالتعاون بين أطراف عدة محلية وإقليمية. لماذا لا يعود الرئيس هادي إلى عدن؟ وما علاقة هذا بظهور بحاح مؤخرا؟ وما هو وضع الشرعية في المناطق المحررة؟ ولماذا يتم تقليص نفوذ الشرعية لصالح جماعات متمردة؟ لمناقشة هذه التساؤلات وغيرها سيكون معنا من الرياض الدبلوماسي السابق صالح الجبواني ومن عدن الصحفي ياسر اليافعي. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معكما بسؤال مشترك وهو ربما سؤال واضح ومباشر: ما الذي يمنع عودة الرئيس هادي إلى عدن؟ والبداية معك أستاذ ياسر اليافعي. أهلا وسهلا، مساء الخير لك وضيفك الكريم وكل المشاهدين والمتابعين. طبعا الرئيس هادي هو تحدث بنفسه أنه سيعود إلى اليمن متى ما أراد ذلك أو إلى عدن متى ما أراد ذلك. لا أدري يعني هذا التقرير الهجومي على عدن وعلى المحافظات الجنوبية وعلى قوات التحالف في عدن لماذا؟ إذا كان الرئيس هادي هو قال بنفسه متى ما أريد العودة إلى عدن سأعود، لكن دعيني أوضح لك أمر مهم وللمشاهدين يعني حتى تتضح الصورة أكثر. دعينا نعود إلى تقريبا 2015 أو شهر مارس، الحوثيين وقوات صالح احتلوا عدن واحتلوا المحافظات الجنوبية تقريبا خلال ظرف أيام، وبالتالي وجدت مقاومة في عدن والمحافظات المجاورة لها. هذه المقاومة تمكنت بدعم التحالف العربي من تحرير المحافظات الجنوبية وتشكل واقع جديد. تعزز هذا الواقع عندما تمكنت هذا القوات من تأمين المحافظات الجنوبية بعد الفراغ الأمني الذي تركته قوات المخلوع صالح التي كانت تحكم الجنوب بالحديد والنار. طبعا وجدت هناك قوات جديدة ووجد هناك واقع جديد، استمر الوضع مثل ما هو عليه، تم تأمين هذه المناطق، عادت حكومة الشرعية إلى عدن ولكنها للأسف عادت لتفرض واقع مغاير للواقع الذي أنتج عام 2015. باختصار كانت تريد عودة رموز النظام القديم، سواء كانوا ذلك تابعين للمؤتمر أو حزب الإصلاح، تشكيل قوات عسكرية موالية للأحزاب السياسية، وبالتالي وجد صراع سياسي في عدن. اليوم في عدن موجود صراع سياسي ولا يستطيع أحد أن ينكره، وهذا مؤثر، ربما يكون مؤثر على عودة الرئيس هادي، ربما سيكون مؤثر على وجود وبقاء الشرعية في عدن. الناس لن تتحمل المزيد من الإهانة، لن تتحمل المزيد من سرقة الانتصارات، لن تتحمل المزيد من حاولة خلق واقع جديد يعود بنا إلى عام 2015. طبعا في الجنوب الرئيس هادي مرحب، تذكروا بعد الحرب عندما عاد كان في استقباله قيادات الجنوب وهم من أمن عدن، لكن ما جرى بعد أن هناك كان تحريض كبير من قبل قنوات فضائية ووسائل إعلام، وللأسف بلقيس أحد هذه الوسائل التي حرضت وحاولت توجد خلاف بين الشرعية وبين المقاومة الجنوبية. طيب سنرى أستاذ ياسر، إذا كان الأمر مجرد تحريض أم أنه مؤشرته حقائق على الأرض أستاذ ياسر؟ إذن الأستاذ ياسر يعني اليافعي يتحدث عن ترحيب جنوبي بالرئيس هادي وبأن الرئيس أصلا صرح قبل ذلك بأنه سيعود إلى عدن، وهذا هو السؤال: لماذا إذن لا يعود أستاذ صالح؟ نعم أستاذ صالح. نعم أرجو أن تكون قد استمعت إلى السؤال. كنت أتساءل عن سبب عودة الرئيس هادي وهو الذي صرح قبل ذلك بأنه عائد إلى عدن بعد جولته في نيويورك.
أولا مساء الخير لك مساء الخير. ولضيفك الكريم وللمشاهدين الكرام. دعيني في البداية أعزي الأخ ياسر اليافعي باستشهاد الأخ صبري الجوهري الذي استشهد مؤخرا على يد قوات شلال علي شايع في مدينة عدن. هذا هو الواقع الجديد الذي يتحدث عنه الأخ ياسر، وهو واقع مختلف عن ما ظنه اليمنيون والجنوبيون على وجه التحديد في مدينة عدن. ميليشيات مناطقية تتقاسم المدينة، تتقاسم المناطق المحررة. هذا هو الواقع الجديد الذي يتحدث عنه الأخ ياسر. بالنسبة للرئيس هادي، الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لليمن، وهذا بإرادة اليمنيين الذين انتخبوه حوالي 7 ملايين صوت. هذا أولا. الأمر الثاني، رئاسة الرئيس هادي بعد انفجار الحرب وحصول ما حصل أكدت عليه المبادرة الخليجية، وأكدت على رئاسته قرارات مجلس الأمن الدولي. لا يستطيع أي كان أن يأتي لينافس أو أن يحكم بهذا الموقع قبل الانتصار على الحوثيين والدخول في عملية سياسية جديدة بانتخابات أو بتسوية سياسية. هذا أمر مقطوع عنه، والحديث حول خلافة هادي أو الحلول محل هادي إنما أحلام راودت البعض، ولكنهم وقعوا في شر أعمالهم، تم عزلهم من مواقعهم سواء نائب الرئيس السابق ورئيس الوزراء أو الذين حلموا أن يشكلوا دولة داخل الدولة في مدينة عدن، وتم عزلهم والآن يعيش. طبعا الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لليمن. عودته ترتبط باعتبارات لوجستية واعتبارات أمنية وليست اعتبارات سياسية على الإطلاق. الاعتبارات اللوجستية والاعتبارات الأمنية هو الوضع الناشئ في مدينة عدن الذي أنتج الواقع الجديد الذي تحدث عنه الأخ ياسر، واقع الميليشيات، واقع المناطقية البغيضة، واقع القتل اليومي. فالرئيس يحرص التحالف العربي وخصوصا المملكة العربية السعودية على سلامته، ويحرصون على أن يظل هذا الرمز موجودا يقود العمل السياسي والعسكري بدون أن يتعرض للخطر. طيب طيب استاذ صالح، استاذ صالح، طالما انت تتحدث عن الرئيس هادي كرئيس شرعي للبلاد، وهذه طبعا حقيقه يعني متفق عليها، لماذا لا يمارس الرئيس هادي هذه صلاحياته كرئيس شرعي للبلاد في تغيير هذا الواقع الامني واللوجستي الذي تحدثت عنه؟ الرئيس هادي يمارس مهامه وفقا لظروف الحرب. تعرفي البلد تمر بظروف حرب، وظروف الحرب دائما ما تكون ظروف استثنائيه. طبعا بعد استيلاء الحوثيين وقوات صالح على صنعاء تقريبا انهارت كل أجهزة الدولة وأصبحت لا تعمل، خرج الرئيس وخرجت الحكومة أو من استطاع من الحكومة ومن استطاع من النواب الخروج من البلاد، وهناك تم لم شعث ما تبقى من هذه الدولة، وتم بناء أجهزة على عجل. طبعا الجيش تمت إعادة بنائه من الصفر خصوصا في المناطق المحررة في مأرب وبعض الألوية التي بنيت في عدن، بعض الأجهزة التي تم إعادة تفعيلها في المحافظات الجنوبية، تم إعادة يعني دمج كثير من وحدات المقاومة بالجيش وبالأمن. هذا كله يعني تطلب دفع مرتبات للناس، حوالي أكثر من 200,000 شخص يحتاجون إلى مرتبات وهذه تم تأمينها. الخدمات الاجتماعية دمرت أثناء الحرب من مياه ومن كهرباء، صار في عمل وفي جهد كبير لإعادة ترميم ما استطاعوا ترميمه. الرئيس يقود هذا العمل كله طبعا بوجوده في الرياض. وجوده في الرياض هو وجود أمني لسلامته الشخصية فقط، أما أنه وجوده نتيجة لوضع سياسي ناشئ في عدن أو في غيرها يختلف مع وضع الشرعية؟ لا أبدا. طبعا هناك في مجلس انقلابي، المجلس الآن موجود في الخارج، طبعا الميليشيات المناطقية موجودة، لكن
هذه ليست شرعية ولا يمكن لها أن تكون شرعية ولا يمكن لها أن تحل محل الشرعية. رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر موجود في عدن ويشتغل ليل ونهار لإعادة تهيئة المدينة لتكون عاصمة مؤقتة للبلاد كما هو منصوص عليه في يعني في قرارات الحكومة في قرار الرئيس. نعم تحدثت استاذ صالح، نعم تحدثت عن يعني عن وجود ميليشيات مناطقية في عدن وفي الجنوب بشكل عام، وجود هذه التشكيلات يعني الشاذة والخارجة عن الشرعية استاذ ياسر، كيف يمكن ان يجتمع وجودها مع عودة الرئيس هادي؟ الا ترى بان هذا الواقع الامني والليجوسي الذي تحدث عنه الاستاذ صالح هو سبب رئيسي لعرقلة عودة الرئيس هادي؟ طبعا بالبداية دعني أرد على الأخ صالح فيما ذكر، دم الشهيد صبري ليس للمتاجر على القنوات الفضائية، وأعتقد أن كلامه أثبت أنه هو ومجموعة من الإعلاميين يداروا عبر مطبخ من مطابخ الشرعية لإثارة الفتنة، وهم يعملون على هذا الموضوع لأكثر من سنة إلى اليوم، وكل شيء مرصود وهم يتحملون ما يجري اليوم في عدن من فتنة، ولكنه مؤكد لك هنا سيفشلون وسيجدون الجنوبين يد واحدة، والارتزاق ومحاولة البحث عن وظيفة ومنصب سيعلمون أنه واحد شعب الجنوب لديه قضية ويمشي خلفها. فيما يخص ما يسمى تشكيلات او ميليشيا، انا اعرف انكم تقصدون قوات الحزام الامني. قوات الحزام الامني اليوم محميه بقرار دولي هو 2216. قوات الحزام الامني تمكنت من الوصول الى عمق جبال ابين، جبال يافع، جبال ردفان، وتمكنت من انجاز تاريخي في ملف مكافحه الارهاب لم يستطع المخلوع صالح ان ينجزه خلال اكثر من 20 عام. ما يسمى ما قال عنه جيش وطني، ماذا أنجز في عدن؟ لدينا 6 ألوية تابعة لما يسمى الحماية الرأسية، لا يوجد لهم أي عمل غير كشوفات في الرواتب وتهديد الأمن في عدن. من يعمل على الأرض يعلم، التحالف العربي على علم بمن يعمل، الأمريكان على علم، بريطانيا إذن على أنت علم. تؤكد أستاذ ياسر، أنت تؤكد إذا أستاذ ياسر، إذا أنت الآن تؤكد بأن هذه المكونات المناطقية التي سماها الأستاذ صالح يعني ميليشيات المناطقية هي المسيطرة على الأرض وهي يعني ذات القبضة الحديدية يعني على الحماية يعني في الوقت الذي لا سلطة للحماية الرئاسية في عدن. هي قوات وطنية جنوبية، الأخ صالح ومن يلف في يعني في فلكهم وحتى قناة بلقيس والأدوات الإعلامية الأخرى تحاول شيطنة هذه القوات لأنها حققت إنجاز وبالتالي يطلقون عليها ميليشيا. نحن في عدن لا ننكر هناك أخطاء، قوات الأمن لا أخطاء، الحزام الأمني أخطاء، هذه إرهاصات ما بعد الحرب، لكن تعالي نتخيل عدن كيف كانت قبل عام ونص أو أبين أو لحج وكيف هو اليوم. لا يحدثني صالح أن الشرعية هي من عملت هذا الإنجاز، هذا الإنجاز تم بفضل رجال الجنوب وفضل دعم دولة الإمارات العربية وليس بفضل الهاربين في الرياض وفي الفنادق والذين يبحثون عن وظائف أو عن مناصب في السفارات وغيرها. هؤلاء فاشلون وسيثبت شعب الجنوب بعد أيام أنهم فاشلون ومجرد أبواق إعلامية هدفها إثارة الفتنة في الجنوب. إذا أستاذ صالح هذا هو الوضع الطبيعي في الجنوب، وهذه القوات هي التي حررت الجنوب من القوات الإنقلابية وليست الشرعية ولا يعني من يدور في فلكها، كيف يمكن أن ترد؟ وهي الأخ ياسر له تجربة مع زملائه ولنا تجربة كلنا في الجنوب منذ عام 2007 عندما انطلق الحراك السلمي الجنوبي، كانوا يستطيعون يعملوا مسيرة هنا أو هناك، لم يستطيعوا تحرير ولا حتى شبر واحد، كانت قوات علي عبد الله صالح ومن جيش وحرس جمهوري وأمن مركزي مسيطرين على البلاد سيطرة كاملة، وتجربة طبعاً في الضالع موجودة كما هو الجماعي في شبوة، ما لن نتحدث عن منطقة بعينها. التحرير تم بعد أن اتخذ الرئيس عبد ربه منصور هادي قراره التاريخي بدعوة المملكة العربية السعودية والتحالف العربي إلى دعم الشرعية في استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب في صنعاء. هذا مكن القوى المحلية في الشمال والجنوب من أن تخوض معركة تحت قيادة الشرعية وتحت أهداف الشرعية. طبعا هذا المنطق الذي يتحدث به الأخ ياسر هو المنطق الذي عرقل كل جهود بناء مؤسسات الدولة في عدن، لكونهم أرادوا أن يتميزوا وأن يعملوا دولة داخل الدولة وأن يعملوا أهداف غير أهداف الدولة الشرعية،
وأن يسيروا باتجاه معاكس لما أقرته قرارات مجلس الأمن الدولي وما جاء في المبادرة الخليجية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني. هؤلاء أرادوا أن يعملوا دولة داخل الدولة، وبنوا لهذه الدولة داخل الدولة ميليشيات مناطقية، حزام أمني من هذه المنطقة وقوات أمن من تلك المنطقة. وياسر يعرف من قتل قماطة ومن قتل الجوهري ومن قتل قبلهم النقيب، العصابة التي قتلت النقيب يوم 14/7 وقبضوا عليهم يوم 17/7 ويوم 26/7 طلعهم إلى جمهورية مصر العربية عبر مطار عدن الدولي. هذه هي الأجهزة التي يتحدث عنها الأخ ياسر. نعم، والتي ربما الغطاء السياسي له هو الحراك الجنوبي أو بعض الحراكين. أستاذ صالح، هناك من يتساءل أستاذ ياسر بأنه لماذا يعني يقبل الحراكيون على أنفسهم أن يقفوا ضد عودة الرئيس هادي وأن يكونوا واحدة من أدوات الإمارات في الجنوب ويسعوا لمحاصرة الرئيس هادي وفرض وقائع ربما لا تصب في محاصرتها في مصلحة الحراكيين قبل أن تكون في مصلحة الجنوب ومن ثم البلد بشكل عام؟ طبعا الحراك الجنوبي هو بدا 2007 تبلور يعني خلال اكثر من 10 سنوات حتى اصبح اليوم لديهم كون سياسي او ما يسمى ممثل سياسي المجلس الانتقالي الجنوبي. قد رحنا لسنا ضد الرئيس هادي، نحن من وقف مع الرئيس هادي ونحن من سنقف معه ومن سندافع عليه حتى النهايه. نحن لسنا متسلقين علشان منصب او وظيفه معه، نحن ندافع عليه واثبتنا ذلك على الارض، سواء كان ذلك خلال اجتياح الحوثي للعدن او حتى اليوم. الرئيس هادي خط احمر ولا يمكن لاحد ان يتجاوزه، ولكن نحن ضد استغلال شرعيته من قبل بعض الاحزاب السياسيه ومن قبل بعض تجار السياسه ومن قبل بعض من يبحثون عن مصالحهم لمحاوله فرض واقع جديد او محاوله الحصول على مكاسب سياسيه واهداف شخصيه. بالتالي نحن نرحب بالرئيس هادي. كيف يمكن فهم بان الحراك جنود لحمايته؟ نعم، كيف يمكن ان تكونوا جنودا لحمايه الرئيس هادي وستقفون معه حتى النهايه والجميع يعني يشاهد بان هذه الفئه من الحراك الجنوبي وفرت غطاء اخلاقيا للامارات وتصرفاتها في الجنوب التي هي بطبيعه الحال ضدا لاراده الرئيس هادي وشرعيته. قبل ايام احتفل رئيس الوزراء ابن داغر في المعاشيق وقال لولا الامارات ما كنا موجودين هنا، وهو رئيس الوزراء والرئيس هادي هو من عينه في منصبه. بالتالي اذا كان لديكم مشكله قناه بلقيس مع الامارات هذا شانكم، اما الامارات اليوم فهي شريك رئيسي على الارض وهي والقوات المقاومه الجنوبيه على تخوم مدينه تعز في منطقه البرح، وايضا القوات اليوم منتشره في صحراء شبوه في صحراء المكلا في جبال ابين في جبال لحج. هذه كلها انجازات تحسب لدول التحالف وعلى راسها الامارات العربيه المتحده. محاوله ايجاد شرخ بين الجنوبيين وبين الامارات وبين الجنوبيين والرئيس هادي هي احد الوسائل التي تستخدمها بعض الاحزاب السياسيه ليبقى الجنوب مفتت ولتزيد الفتن في الشارع الجنوبي. نعم. اعتقد ان لا حل في عدن الا من خلال توافق الجميع او حتى من خلال عمليه صغيره او عمليه جراحيه تنهي هذا العبث، وبالتالي نرحب بعوده الرئيس هادي في اي وقت بعد ما ما هي هذه العمليه؟ الامور وتعود الى طبيعتها. لماذا تشير استاذ ياسر؟ لماذا تشير بالعمليه الجراحيه البسيطه؟ هذه نتركها للجماهير الجنوبية يوم 14 أكتوبر وما بعدها هي من تحدد المرحلة المقبلة. نعم أستاذ صالح، هل تتفق فعلا بأن ما تقوم به الإمارات في الجنوب هي لمصلحة أبناء الجنوب دعنا نقول وعمل في إطار الشرعية كما تحدث الأستاذ ياسر؟ ما الذي تفعله بالضبط الإمارات في الجنوب؟ نحن ربما نتجاوز عن هذا السؤال بالحديث عن تفاصيل ما تفعلها الإمارات في الجنوب. دعونا نحن نتحدث عن ما يفعله بعض الأتباع والعملاء هنا أو هناك. هنا المشكلة بالنسبة للإمارات، لا زالت تعمل في إطار التحالف ولا زالت تعمل تحت قيادة المملكة العربية السعودية، لكن هناك من لها أجندة داخلية في الساحة اليمنية الجنوبية ويجعل من الوجود الإماراتي غطاء لما يعمله سواء على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. على المستوى العسكري هناك ميليشيات، هناك حزام أمني مناطقي، هناك قوات أمن مناطقية، هناك وحدات عسكرية مناطقية من مناطق محددة ومعروفة.
هل الإمارات هي المسؤولة عن هذا العمل المناطقي وهذه التشكيلات المناطقية؟ هذا نسأل على الأخ ياسر والأخوان الآخرين الذين يتحدثون باسم الجنوب ليل ونهار وكأن الجنوب ملكية حصرية لهم. الشعب الجنوبي بدأ يوعى، والمسيرات التي تخرج في عدن، المظاهرات التي خرجت في محافظة أبين قبل أيام عندما زارها الدكتور بن دغر، الجماهير التي خرجت في استقباله في حضرموت في المهرة، الجماهير التي احتفلت بذكرى ثورة 26 سبتمبر في شبوة، كلها تؤكد أن الكيل قد طفح من تصرفات بعض الأطراف التي تحسب نفسها الجنوبية والتي أصمت أذاننا بموضوع الجنوب والجنوب وتحرير الجنوب. ومن هذا الخطاب الذي انعكس على أرض الواقع قاتل وسجون سرية وتدمير للبنية التحتية وميليشيات عسكرية مناطقية، وكل هذه التشوهات التي حصلت تحت غطاء خطاب الجنوب وتحت غطاء القضية الجنوبية التي لم يعد منها شيء، أصبحت قضية مناطقية. الشعب في الجنوب اليوم يتجه نحو الدولة الاتحادية، الدولة المكونة من 6 أقاليم التي ستلبي طموحات وآمال اليمنيين جميعا في عدالة وفي مساواة، في 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 مشروع جديد لليمن يتجاوز المشروع الطائفي الذي يجري في صنعاء ويتجاوز المشروع. وهو طبعا وهذا الطرح ربما الحديث عن الدولة الاتحادية هو جزء من مرجعية الحل السلمي في اليمن الذي بناء عليه تم تدخل التحالف العربي في اليمن. أستاذ ياسر، إلى أي مدى لا زلتم تتفقون مع هذا الطرح، مسألة الدولة الاتحادية؟ و يعني كنت تحدثت قبل قليل بأنه بعد إجراء العملية الجراحية البسيطة يمكنكم أن ترحبوا بالرئيس هادي. يعني أولا، هل يمكن أن نفهم من هذا الطرح بأنكم الآن فعلا تمنعون الرئيس هادي وهذا تصريح منكم؟ ثم ما هي هذه العملية تحديدا؟ أنا قلت من البداية نرحب بالرئيس هادي. أصلا الرئيس هادي من وفر الحماية أول ما عادهم أبناء الجنوب، اليوم نرحب وأول من دافع عليه عندما هرب الآخرون أبناء الجنوب. أنا بس مستغرب من الوضع الذي وصل إليه الأخ صالح القبواني. يا أخ صالح، ما تحاول تبحث عنه اليوم في فنادق الرياض وراسك منكوس، تعال غدا وستجده في عدن وراسك مرفوع. أستاذ ياسر، النقاش ليس على مستوى يعني شخصي بينك وبين الأستاذ صالح، يعني هو لم يتعرض لك، أرجو أن تلتزم بالموضوعية. أنا أعرف، لأنه لا، هو تعرض وتعرض وتعمق في التعرض وأنت صمتي عليه، هو اتهامات خطيرة سواء لي أو لغيري. لكن على العموم دعيني أجيب. هو تحدث عن أطراف، يمكنك أن ترد عليه بالحديث عن أطراف، لكن مسائل الشخصية أرجو أن تبتعد. أنا بقول لك اليوم قوات النخبة الشبوانية، قوات النخبة الحضرمية، قوات الحزام الأمني هي محمية بالقرار 2216. يجب أن يدرك الأخ صالح القبواني ومن يقف خلفه والآخرين. كيف؟ هذه القوات وقلت لمكافحة الإرهاب في المنطقة الجنوبية التي ظل العالم كله يعاني منها. الإنجازات التي تحققت على يد هذه القوات هي محل تقدير المجتمع الدولي ودول التحالف العربي، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يتخلى عنها. التحالف لا يوجد له أي حليف سياسي في جنوب اليمن غير المجلس الانتقالي الجنوبي والمكونات الجنوبية. لا يمكن يثق بالإصلاح، لا يمكن يثق بالمؤتمر، لا يمكن أن يثق بشلة من الفاسدين أو المتنفذين وأصحاب المصالح. هذا الموضوع انتهى وحسم، ولا يعيش الأخ صالح وغيره. طيب أستاذ ياسر، أستاذ ياسر، خلنا في هذه النقطة حتى نفهمها يعني حتى النهاية. ألا يتعارض هذا الطرح مع مضمون وروح يعني المرجعيات، مرجعية الحل السلمي في البلد، ومنها القرار الأممي 2216 الذي ذكرته الآن، القرار الذي يؤكد على شرعية الرئيس هادي وعلى وحدة اليمن وسلامة أراضيه؟ كيف يمكن أن يجتمع هذه المنطقتين التي تحدث عنها؟ لا يمكن، لا يوجد أي تعارض. لحظة، خليك معي. نحن في الجنوب قاتلنا وحققنا انتصارات كبرى ولم نبحث على مستقبل اليمن على الإطلاق. بعض الأحزاب السياسية أرادت أن تفرض 6 الأقاليم وتسوق لها وتريد تثبيتها وكأنها أمر واقع. أستاذ ياسر، هذه جزء من مخرجات الحوار الوطني وليست، نعم، هذه ليست إرادة أحد الأحزاب، هذه هذا واحدة من أهم النقاط الخلاف فيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني. دعيني أكمل. أولاً، جزء كبير من الجنوبيين لم يشاركوا في الحوار. ثانياً، 6 الأقاليم لم يتم إقرارها. ثالثاً، حتى وإن تم إقرارها كانت ستعود إلى استفتاء أو إلى إقرارها من قبل الشعب. لكن محاولة فرضها ومحاولة ترسيخها وفرضها على الجنوبيين أعتقد هذا الأمر غير مقبول. دعونا نتفق على الآن لدينا
الحوثيين وصالح انقلاب نستكمل الحرب عليهم حتى تتحرر صنعاء، وبعدين نجلس على طاوله واحده ونبحث مستقبل اليمن، هل وحده؟ طيب. هل فدراليه من سته اقاليم؟ هل من اقليمين؟ هل انفصال؟ نعم. اما محاوله تثبيت واقع امر واقع في عدن وما زالت صنعاء وتعز تخضع للحوثيين وصالح، فهذا امر مرفوض ولا يمكن نقبل به اطلاقا. طيب استاذ ياسر، اعتقد بان هذا الطرح يعني ترد انت به على نفسك، يعني انه اولا ننتهي من المعركه الكبيره وتحرير كامل اليمن من الانقلاب، ثم ننتقل للمسائل الجزئيه، هذا ما يعني ما يحدث في ارض الجنوب عكس ذلك تماما. على الاطلاق، على الاطلاق نحن مع هذا ونؤمن به، والقوات والمقاومه الجنوبيه اليوم في المخا وعلى مغربها من محافظة الحديدة، ونؤمن أنه لا يمكن أن يكون حل سياسي في اليمن إلا بعد القضاء على الانقلابيين ثم الجلوس على طاولة واحدة، هذا نؤمن به. نحن لماذا تحركنا في الجنوب؟ بعد أن وجدنا قدر من الشرعية أو من بعض أطراف الشرعية، لا نروم الرئيس هذه، ولكن بعض الأحزاب السياسية التي باتت تسيطر على الشرعية في محاولة إنشاء معسكرات داخل عدن، في محاولة إعادة الرموز القديمة، هو كل هذا جعلنا نتحرك وبالتالي نحافظ على الانتصارات التي تحققت والواقع الذي وجد فيه الجنوب. طيب استاذ صالح، الا تعتقد بانه فعلا سبب عدم قدره الرئيس هادي على العوده الى عدن، او اهم الاسباب هي تمسك الرئيس هادي بمشروع الدوله الاتحاديه؟ استاذ صالح عيد السؤال، انا ما كنت اسالك اذا ما كان رجعي الوقت بالتساوي بيننا. نعم استاذ صالح، كنت اسالك اذا ما كان فعلا تمسك الرئيس هادي بمشروع الدوله الاتحاديه هو واحد من اهم اسباب عدم رغبه بعض الاطراف بعودته الى عدن. استاذ صالح، انا سمعت نص السؤال بس. طيب سعيد السؤال، هل تعتقد استاذ صالح بان تمسك الرئيس هادي بمشروع الدوله الاتحاديه وبمخرجات الحوار الوطني واحد من اهم اسباب رفض عدد من الاطراف لعودته الى عدن؟ زيد من عندك كيف؟ نعم، اذا لان تحل مشكله الصوت لدى ضيفنا من الرياض استاذ صالح، كيف يمكن ان نربط استاذ ياسر بين تصريحات يعني رئيس الوزراء السابق بحاح مع يعني بتزامن مع تصريحات بن دغر حول انشاء جيش وطني، وهو ربما المطلب الذي يعني يتواءم ويتسق مع المرجعيات الوطنيه يعني مجتمعه، كيف يمكن ان يظهر هذا الصوت من بحاح بتزامن مع هذه التصريحات؟ كيف يمكن ان نفهمها، وكيف يمكن ان نفهم تلويح بحاح بالانفصال من خلال انشاء مجلس عسكري قريبا؟ طبعا مثل ما ذكرت، نحن اليوم ما زلنا في واقع حرب، ما زلنا نتامل ان يتم تحرير المحافظات الشماليه حتى نجلس على طاوله واحده نبحث مستقبل الجيش الوطني، نبحث مستقبل الاقاليم، لكن ان يتم الحديث عن توحيد قوات مأرب مع قوات في عدن او قوات شماليه مع قوات جنوبيه، هذا الامر لا يمكن يرضى به ابناء الجنوب في ظل عدم وجود ضمانات. نحن نتكلم بصراحه، لا يوجد ضمانات، الطرف الاخر تاريخ من الغدر والخيانه، فبالتالي ما هي الضمانات او ما هي عوامل الثقه حتى يتم توحيد هذه القوات مع بعض؟ اعتقد ان الحمله التي كانت او الغضب الشعبي الذي كان في الجنوب على بن دغر وحتى تصريح او تغريدات بحاح التي كانت عباره عن 140 حرف وقامت القيامه ولم تقعد للشرعيه وانتقل فيها فساد وحاول تقويم الامور، اعتقد ان هذه الامور تاتي في المجمل لتصحيح الاخطاء التي يحاولون اقحامنا فيها. نحن نقول ونكرر، قاتلوا الحوثيين حتى نرفع علم اليمن في مران ونحن معاكم، وموضوع الوحده، موضوع الاقاليم، موضوع توحيد الجيش سياتي فيما بعد، اما المحاوله لفرض امر واقع في الجنوب وما زالت صنعاء بيد الحوثيين وصالح، هذا الامر لا يمكن نرضاه على الاطلاق، واعتقد هذا ملخص الكلام. مع انه هذا الطرح يعني لا يجتمع مع فكره الدوله الاتحاديه، يعني استاذ صالح اتمنى ان تكون تسمعني الان. استاذ صالح. نعم تسمعني. نعم. يعني كنا نتحدث عن موضوع عدم اتفاق مشروع الدولة الاتحادية مع ما يحدث الآن في الأرض من تشكيلات عسكرية وأمنية وسياسية، هل فعلا عدم قدرة الرئيس هادي العودة إلى عدن ناتج لهذا السبب؟ أولا تسمعيني؟ أسمعك تمام. اولا من يكون الاخ ياسر هو او غيره اللي يقول اننا نرحب بالرئيس هادي لكي يعود الى عدن، عدن هي مدينه الرئيس هادي، والرئيس هادي هو رئيس عدن، رئيس الجنوب، رئيس الشمال، رئيس اليمن كلها. ما في خلاف على هذا يا صالح، ما فيش خلاف على الاطلاق.
الرئيسي حتى اصبحوا يعطوا هذا رخصة للعودة، وهذا يمنعوها عن العودة في افتئات واضح. طبعا الميليشيات لا يمكن لها أن تكون شرعية في يوم من الأيام. الميليشيات تقود البلد إلى الاقتتال الأهلي، وهذا ما يحصل هذه الأيام. بدأت بوادرة وبدأت نذرة في مدينة عدن. طبعا الرئيس هادي يشتغل على موضوع استراتيجي. الدولة الاتحادية بستة أقاليم هو مشروع استراتيجي لصعدة وللحديدة ولتعز والعدن والحضرموت والمهرة والجميع مناطق اليمن. لا يمكن لفئة صغيرة متخندقة في معسكرات في مدينة عدن أن تمنع هذا المشروع. كل المواطنين من المهرة إلى حضرموت إلى شبوة إلى أبين إلى عدن هم مع هذا المشروع اليمني الاتحادي، بعد ما جربوا حكم الميليشيات، بعد ما جربوا أن الأخوان الذين كانوا يرفعون شعار استعادة الدولة إنما أرادوا أن يستعيدوا دويلتهم القديمة التي اندمجت مع دولة الشمال في عام 1990. الجنوب كان مغيب، كانت مديرية أو مديريتين تحكم الجنوب، ثم دخلوا في وحدة نتيجة الأوضاع معروفة. اليوم هؤلاء يناضلون من أجل استعادة تلك الدولة، وهذا بعيد عليهم بعد الشمس. نحن نقول أن الحل الأمثل لمشاكل اليمن هو الدولة الاتحادية من ستة أقاليم، وهذه الدولة الاتحادية لها جمهورها الواسع الذي يزيد عن 80% طيب. في الجنوب وفي الشمال. طيب لكن أستاذ صالح، كيف نربط بين هذا الطرح وبين ظهور بحاح؟ يعني كيف تفسر ظهور بحاح مؤخرا ملوحا بإنشاء مجلس عسكري في رده على تغريدة بن دغر حول إنشاء جيش وطني يعني يمني، وألا يشير هذا بأن المخرج واحد؟ من أنتج بحاح هو ذاته من وقف وراء إنشاء مجلس سياسي في عدن، مجلس انتقالي؟ بحاح طبعا بعد زيارة الرئيس للأمم المتحدة والنجاح الكبير الذي حققته هذه الزيارة في عرض مشكلة اليمن على المجتمع الدولي، ولقاء بالرئيس الأمريكي ترامب، ولقاء بزعماء العالم الآخرين، بعد النجاحات التي حققها الدكتور أحمد عبيد بن دغر على الميدان في عدن وفي لحج وفي أبين وفي حضرموت وفي المهرة وفي شبوة، كل هذه النجاحات أغاضت الأخ بحاح. ربما بخرت الحلم الكامن لديه في العودة إلى واجهة المشهد السياسي، ووضعت الوعود التي كانت بعض الجهات توعد بها محل اختبار حقيقي. لهذا أطلق هذه التغريدات حول موضوع انه دمج بعض القوى. من هي بعض القوى يعني اللي يتحدث عنها، او بعض الوحدات العسكريه الذي يتحدث عنها؟ ما فيش في الجنوب وحدات عسكريه غير رسميه الا الوحدات التي هو يدافع عنها اليوم، مثل الحزام الامني او الميليشيات التابعه لشلال علي شايع اللي يسميها قوات امن، او القوات التابعه لعيدروس الزبيدي التي يسميها قوات جيش وهي ليست كذلك. القوات النظامية المشروعة الوحيدة في عدن وفي الجنوب هي ألوية الحماية الرئاسية التي هي ألوية جيش تتبع الجيش الوطني. طبعا نحن لا نستغرب من هذا السلوك الذي يقوم به الأخ بحاح في هذه اللحظة عندما رأى هذه النجاحات التي تحقق داخليا وخارجيا من قبل القيادة السياسية بزعامة الرئيس هادي والدكتور بن دغر. لذلك لكن أنت سأل، ما دلالة أستاذ صالح، ما هي دلالة إطلاق هذه التصريحات لبحاح من داخل الرياض؟ ألا يعني ذلك بأن هناك تبادل أدوار أو تنسيق حول هذه يعني التصريحات التي تطلق، واتفاق ربما غير معلن بين السعودية والإمارات حول هذا الوضع الجديد الذي يراد له في عدن أو في الجنوب بشكل عام؟ لا، هو كان الأخ بحاح داخل الرياض وهو نائب رئيس وهو رئيس حكومة، وأجا بعد ما تم عزله عدة مرات وصرح عدة مرات. الرياض
تتعامل بعقلية الدولة، ليست الرياض ليست ميليشيا كالميليشيات التي في عدن أو دويلة، يعني نظرها قصير وخطواتها كبعض الخطوات التي تجري هنا أو هناك من قبل بعض الأطراف. السعودية دولة وهي بحاح وعمل 3 تغريدات، هذه السعودية أكبر من أن توجه شخص ما أن يغرد كذا أو يغرد كذا. السعودية ملتزمة بأهداف عاصفة الحزم التي هي استعادة الدولة اليمنية وإسقاط الانقلاب بزعامة الرئيس عبد الرب منصور هادي، والرئيس هادي موجود في الرياض يحظى بدعم القيادة السعودية ولديه كل الإمكانيات ولديه كل القدرات لكي يؤدي عمله على أكمل وجه من داخل الرياض. نعم. أما طيب. مسألة التغريدات من داخل فهذه لا هو طبعا عندما نتحدث عن بحاح نحن نتحدث عن الطرف الذي يقف خلفه ويدعمه. يعني عودة إليك من جديد أستاذ ياسر، يعني هناك حديث بأن الموضوع أكبر من يعني مجرد يعني عودة الرئيس هادي، وإنما الأمر يتوقف على تعزيز وترسيخ الشرعية في عدن، وهو الأمر ربما غير المرغوب فيه الآن بإرادة إقليمية معينة وبدعم يعني أطراف محلية في الجنوب، بدليل بأن المحافظ المفلحي لم يسمح له أيضا بممارسة مهامه في عدن أو حتى مزاولة عمله من داخل مكتبه في السلطة المحلية، في الوقت الذي تتقوى سلطة ونفوذ أطراف وأفراد وجماعتها خارج يعني خارج إرادة الرئيس هادي. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ هو الواقع الذي بات يتشكل على الأرض اليوم. ما هي إنجازات شرعية هم يتحدثون عنهم؟ هل حرروا صرواح شرعية؟ هل حررت محافظة تعز؟ ما هي إنجازات الشرعية في الشمال؟ يعني تقريبا أكثر من يعني بالآلاف الجنود معهم في المعسكرات ولم يحققوا أي إنجاز، بينما المحافظات الجنوبية إنجاز تلو الإنجاز من تحرير إلى تأمين واليوم إلى تطبيع الحياة. اليوم بندغر يتقول من محافظة إلى محافظة ومن منطقة إلى منطقة بفضل الإنجازات التي حققتها ما يسميها صالح الميليشيا. لو ما الحزام الأمني في أبين لما كان بندغر يستطيع زيارة أبين، لو ما كان النخبة الحضرمية في حضرموت لما كان بندغر قادر على أن يزور حضرموت، وهذه إنجازات حققها ابن الجنوب وبدعم من الإمارات التي دائما يعني تم أو محاربتها من قبل يعني الإخوان أو بعض الأحزاب السياسية أو حتى قناة بلقيس. هذه هي الإنجازات الحقيقية. أما إنجازات توظيف الأقارب والأبناء فأعتقد هذه ليست إنجازات. إنجازات كشوفات بالآلاف العسكر ويسميها قوات شرعية أعتقد ليست إنجازات. أنا الإنجاز أتحدث عن إنجاز طيب حقيقي. طيب أستاذ ياسر يعني تحدثت من عدن ولاحق وأبين وليس في جنود معسكرات الله أعلم لماذا يتم إعدادهم. نعم يعني تحدثت كثيرا ربما ورميت تهم كثيرة لأطراف إعلامية وأشرت ربما لقناة بلقيس والجهات يعني عن أنه يعني أنها تتبنى عداء للإمارات بدون يعني بدون هذا واضح واضح ده واضح. نعم يعني طبعا احنا عندما نتحدث عن الإمارات نتحدث عن سيطرة كاملة للإمارات في الجنوب، نتحدث عن سيطرتها على السواحل يعني في عدن، عن سقطرى، عن جزيرة ميون، نتحدث عن الحزام الأمني، نتحدث عن احتكارها لسلاح الجو، إنشائها للنخبة يعني الشبوانية والنخبة الحضرمية وغيرها من المؤشرات الموجودة على الأرض، إضافة إلى غياب تام لرجال الدولة في عدن. يعني أنت حتى الآن لم تجيب على سؤالي أستاذ ياسر، سألتك عن دلالة خروج المحافظ المفلحي من عدن وعدم السماح له بممارسة مهامه في مكتبه. هل هو أيضا المفلحي يعني هو أيضا يتعارض مع أجندتكم؟ متعلق هو جزء منه. المفلحي هو شخصية جنوبية لا غبار عليه وهو من أفضل الشخصيات الموجودة اليوم في الجنوب، هذا أمر لا يمكن لأحد أن ينكره، لكن الأوضاع اللي جاء فيها إلى عدن كانت أوضاع صعبة ومعقدة وهو يعلم والرئيس هادي يعلم. أعتقد أن الشرعية كانت تريد أن تتخلص من الشخصية الوطنية الحقيقية المفلحي وتأتي به في وقت غير أوانه لإحراق لمحاولة إحراق ورقته أو إدخاله في خلاف مع الجنوبيين ومشروع الجنوبيين. بالأخير الجنوبيين اليوم لديهم قضية تختلف عن مشروع الشرعية، هذا يجب أن نعترف فيه. كان هناك توافق لكن للأسف بعض القوى أرادت أن هذا التوافق أن ينهار. في الأخير الشيخ عبد العزيز المفلحي شخص مرحب فيه ومن أحد الكوادر الجنوبية التي لا يعلى عليها. الرئيس هادي هو رئيس جنوبي ومن حقه يعود في أي وقت ولا يمكن لأحد أن يقول له لا، ونرحب بعودته في أي وقت. واعتقد
وايضا تواجد الامارات مثل ما ذكرتي وسيطرتها على معظم القوات العسكريه هي تاتي ضمن شرعيه القرار 2216، وحتى لا يتحول اليمن او الجنوب الى منطقه تهدد الامن العالمي، بالتالي ليست معنا شرعيه واحده. كيف هناك معلش استاذ ياسر، شرعيه القرار 2216 يعني انت قبل قليل قلت بان الجنوبيين لديهم اجنده لا علاقه لها بالشرعيه، وهذا ربما يتناقض وينسف كل الطرح الذي طرحته قبل قليل. كيف تتحدث عن ترحيب الجنوبيين للرئيس هادي وترحيبهم بالمفلحي بينما هم الاثنين خارج عدن الان؟ الجنوبيين لديهم قضيه واضحه، لديهم نقاط التقاء مع الشرعيه ونقاط يعني يصلوا بها الى الفراق كما حدث في الفتره الاخيره، هذا لا بد منه، لكن كنا نتمنى ان لا تظهر هذه نقاط الفراق حاليا، كنا نتمنى ان تظهر بعد ان يتم القضاء على الانقلاب او على الاقل تحرير صرواحه وعلى الاقل تحرير مدينه تعز، لا ان تظهر في وقت ما زالت فيه القوات الجنوبيه في المخاخ تقدم التضحيات كل يوم. مثل ما ذكرت الرئيس هادي هو الرئيس الشرعي لليمن وهذا لا احد ينكره. بجوار شرعية هادي هناك شرعية أخرى القرار 2216، لا ننسى أن هناك أيضا قرار دولي أعطى لقوات التحالف حق التدخل في اليمن، هذه الشرعيتين لا يمكن لأحد يستطيع أن يتجاوزها، لا أنصار رئيس هادي بإمكانهم تجاوز القرار 2216 ولا الجنوبيين بإمكانهم تجاوز شرعية الرئيس هادي، هذه أمور منتهي منها وهي في حكم يعني الأمر الثابت على الجميع. نعم استاذ ياسر، لكن هذا يعني الكلام مجرد يعني كلام في تصريحات وكلام على الورق، لكن الواقع يقول غير ذلك تماما، يعني هل ممكن ان تربط لنا بين هذين المنطقين؟ الواقع قال ان الجنوبيين هم من دافع الرئيس هادي وهم من استقبل الرئيس هادي ومن وفر الحمايه للرئيس هادي عندما زار وكانت عدن فيها الانفجارات كل يوم، والرئيس هادي يعلم ذلك ويعلم من ذهب الى عنده وقال لن يكون هذه المره، لا يمكن ان تغادر هذه المره عدن، سيكون راسنا قبل راسك، سندافع عليك بكل ما نملك، هو يعلم من قال له هذه العباره في وقت كانت الانفجارات كل يوم في عدن، الرئيس هادي جنوبي ونرحب به ونرحب بشرعيته، لكن ليس على حساب قضيتنا وعلى حساب وفي وقت صعب كالذي نعيشه اليوم. نعم استاذ صالح يعني في الختام، متى تعتقد ستكون الظروف موائمه والارضيه يعني تسمح لعوده الرئيس هادي؟ وتتحدثت واكدت على فكره شرعيه الرئيس هادي والمرجعيه التي بررت دخول او انضمام التحالف العربي في المعركه في اليمن. استاذ صالح، طيب حيل السؤال لك استاذ ياسر، طالما الرئيس هادي مرحب به وهو طبعا لا ينتظر ترحيب احد، فهو الرئيس الشرعي للبلاد من اقصاها لاقصاها، متى سيعود برايك يعني وما الذي يؤخر عودته؟ انا عن نفسي اتمنى ان يعود غدا ليحل حل الاوضاع في عدن ويحاول ايجاد حاله من التوافق بين المكونات الجنوبيه وبين ايضا المكونات الجنوبيه والشرعيه، هذا يعني كلنا نتمنى عوده الرئيس هادي، لا يوجد احد لا يتمنى عوده الرئيس هادي، وجود الرئيس هادي لحل حلة المشاكل اعتقد امر مهم، لان غياب الرئيس هادي عن عدن اوجد او لكن الرئيس هادي استاذ ياسر، الرئيس هادي يحمل مشروع اليمن الاتحادي، هل تتفقون معه في ذلك؟ حاليا نحن وهو قال الرئيس هادي حاليا لدينا معركه كبرى مع الحوثيين وصالح، بعد الانتهاء من الحوثيين وصالح لكل حادث حديث. كيف يمكن انتهاء من هذه المعركه وانتم فاتحين جبهات جانبيه كثيره؟ من فتح الجبهات في عدن هو من اقال القيادات الجنوبيه، هو من ينشئ معسكرات لا نعلم من تتبع، ومن يحاول السيطرة على الشرعية من خلال يعني إصدار الوظائف العليا في الدولة للأنصار حزب معين لإعادة الرموز القديمة، أما نحن كنا ماشيين نحن والرئيس هادي في طريق واحد. نعم ما الذي فرق؟ نعم أستاذ صالح أعتذر، نعم شكرك ياسر، يعني أستاذ صالح أعتذر يعني الانقطاع يعني الصوت والصورة من لديك، أتحول إليك بسؤال أخير، ما الذي يعني يتقاطع فيه الرئيس هادي مع مشروع من هم متواجدين الآن على الأرض في عدن ومسيطرين على مقاليد يعني السلطة؟ أولا هناك تجاوز كبير من الأخ ياسر أو وزملائه أو من قلب قيلهم في موضوع الجنوب، يتحدثون باسم الجنوب ويقطعون الكلام باسم الجنوب ويعملون من أنفسهم ممثلين عن الجنوب، ما نحطهم هذه الصفة، إذا كانوا يمثلوا مناطق معينة فهذا من حقهم، كل واحد يمثل منطقته، أما الجنوب ليس لهم حق أن يتحدثوا باسم الجنوب، هذا أولا، ولا أن يتحدثوا باسم قضية ليسوا ممثلين عنها أبدا، بعد أن دخلوا ضمن الشرعية اليمنية وقبلوا المناصب ضمن إطار الشرعية اليمنية وصاروا جزء من الشرعية اليمنية عليهم الالتزام بهذه الشرعية
واي خروج عن هذا الشرعيه هو تمرد من قبلهم. هم فعلا الان في حاله تمرد، في حاله تشكيلات خارج اطار الدوله. في اقل من في اقل من نصف دقيقه استاذ صالح، لماذا لا يعلن الرئيس هادي موقفا واضحا وصريحا من هذا التمرد الذي ذكرته؟ الرئيس هادي اعلن انه مجلس الانتقالي هذا غير شرعي، واقل من قاموا بهذا المجلس، وهناك اجراءات ستتخذ ضد بقيه اعضاء هذا المجلس اللي موجودين داخل اطار الحكومه، ولكن هناك في اعتبارات سياسيه. طبعا احنا في حاله حرب ولدينا تحالف، والقرار فيه يتم التشاور مع الاطراف العربيه الموجوده وخاصه المملكه العربيه السعوديه. طبعا الامور ستاتي خطوه خطوه، لكن التجاوز هو في هؤلاء الذين يتحدثون باسم الجنوب ويشكلون الميليشيات باسم الجنوب، وليس لهم اي حق فيما يكون في هذا الاتجاه، والجنوبيون قريبا سيقولون رايهم من المهره الى عدن. نعم اشكرك جزيل الشكر استاذ صالح القبواني. نعم اشكرك استاذ صالح القبواني جزيل الشكر، يعني الدبلوماسي السابق كنت معنا من الرياض، كما اشكر جزيل الشكر الصحفي والاعلامي الاستاذ ياسر اليافعي كان معنا من عدن. في الختام تقبلوا تحياتي اعزائي المشاهدين وتحيات منتج البرنامج كمال حيدر، الى ان التقيكم الاسبوع المقبل في نفس الموعد، في امان الله.